أسعد الله صباحكم بألف خير مشاهدينا، مرحبا بكم معنا حلقة جديدة من برنامج كيف الحال من حلقات يوم الجمعة، واللي كنستقبل فيها اليوم ضيفة اللي تعرفتوا عليها في حلقات سابقة، هي السيدة سناء سقاط. صباح الخير للا سناء. صباح الخير عزيزة، شكرا على تلبية الدعوة. شكرا لك. ألوغ تكلمنا معك في الحلقة اللي كنا استقبلناك فيها هذه تقريبا شي جوج ديال الأسابيع على كيفاش الإنسان يعود يستفيق من بعد واحد الإحباط، يعني من بعد واحد الإخفاق هكذا، وكيفاش يعاود يرجع هكذا العزيمة والإرادة ويحاول ينجح مرة أخرى. اليوم غادي نشوفوا معاك واحد الموضوع آخر واللي أون لافي أنونسي في هذيك الحلقة ديال لي ريزولوسيون. كتعرفي حنا في كل عام عام جديد ولا بداية موسم جديد ولا تنحطوا مع راسنا واحد المجموعة ديال الأهداف كنسميهم دو نوفيل ريزولوسيون بحال هكذا. بعض المرات كنديروها غير حيت ولفنا أننا نديروها شاكاني، يعني لا صافي غادي يبدا عام جديد وصافي يلا أجي ديك الحاجة اللي كنت كنتسنى ما درتهاش أجي غادي نديرها بيسكو غادي يبدا عام جديد إتسيتيرا. كيدوز العام كدوز بعدا ديك الشهرين الاولى ثلاث شهور كتلقى راسك نسينا اي ديك الحماسه ديال الاول وهذا ندير هادي، لا بغيت نضعف لا بغيت نقرا، بغيت نقرا واحد العدد ديال الكتبه، بغيت ندير تيل وتيل فورماسيون وهذا. كيدوز واحد شويه الوقت كنلقاو راسنا دانا الواد في الحياه ومشاغلها هكذا اليوميه. بعض المرات كاين العام اللي ما كنحقوا فيه حتى شي وحده من دوك لي ريزولوسيون اللي هذا، وما صافي من بعد ما كتبقاش تثق في لي ريزولوسيون كتقولوا علاش غنعاود ندير دوت ريزولوسيون خليني غادي غير هكذاك. ما كاينين الناس اللي كيتبارك الله تيوصلوا انهم يحققوا هاد الاهداف صغيره كانت ولا كبيره، كي كيديروا واش كيديروا هاد الناس؟ جوستومون هاد الناس مولفين الدماغ ديالهم العقل ديالهم انه يخدم باغ اوبجيكتيف. حنا كنجيو في الاخر ديال العام، بعض الناس كيجيو في الاخر ديال العام ولا في الاول ديال العام تيقول لك انا في الاول ديال هذه السنه غنحط لي ريزولوسيون ديالي. علاش انا غنتسنى الاول ديال السنه باش نحط لي ريزولوسيون ديالي؟ وعلاش خصني نبدا السنه في جانفي وما نبداهاش السنه في شهر واحد اخر؟ علاش لي انا ما نحطش دي ريزولوسيون ديالي باغابوغ موا بالشهر ولا بسيمانه؟ علاش خصني نتبع جوستومون القطيع؟ علاش ما نخرجش لي جون كي سو ديفيرونسي هما الناس اللي تيخرجوا كي سور دو لو؟ اكزاكتومون. انا يكونوا عندي دي زوبجيكتيف اهداف ديالي اللي كنحطها على حسب المشاريع اللي انا داخل فيها. علاش انا نتسنى عام كامل باش يدوز باش نعاد ايفالوي راسي واش درت ولا ما درتش؟ دونك الدماغ ديال الانسان اللي تيكون مولف يخدم باغ اوبجيكتيف كيخدم في الاول العام في الاخر العام سي باغي. كيفاش يخدم باغ اوبجيكتيف هاد الدماغ؟ واش هادي مساله ممكن تبرنوا عليها ولا كنتزادوا هكاك؟ بيان سور اي حاجه كنتبرنوا عليها اي توتي يمكننا كلشي نتعلموا اون ني با كومبيتون اون لو دوفيان. هادي هي واحد القوله كتعجبني بزاف، اي حاجه يمكننا نتعلموها درنا راسنا فيها غنتعلموها. الا لقيت راسي بانني انا دوزت عام كامل درت دي ريزوليسيون بحال اللي قلتي وفي السيمانه الاولى درت شويه السيمانه الثانيه ومن بعد غادي داك الشيء ولا كادونس كتهبط غنعرف بان كاين مشكل لانني انا بوتيتر كو مدرباش السيرفو ديالي انه يكون عندي دي زوبجيكتيف. علاش هادي ان دو انا ملي حطيتهم على العام علاش غادي نحطهم على العام؟ علاش ما نفرقهمش انا على دي بتي زوبجيكتيف بحال اللي قلنا ذاك النهار ويكونوا هاد لي زوبجيكتيف ايفالويابل، يعني يمكن لي نعرف راسي شنو غندير في هذا الشهر، ندير لهم تقييم ونسول راسي داك ثلاثه ديال الاسئله اللي قلنا فين انا فين غادي وشحال عندي ديال الوقت باش نوصل فين بغيت. دونك هنا ديجا ملي تيكون الانسان يفيكس دي زوبجيكتيف كيولي عارف راسو بان هادي سي اون هابيتود، دونك تيعود لو سيرفو ديالو. هادي الاولى. ثاني حاجه هو خصنا نعرفوا بان كاين دو سورت دوبجيكتيف، كاين لي زوبجيكتيف ديال العطاء وكاين لي زوبجيكتيف ديال الاخذ. انا ملي كنكون في لي زوبجيكتيف ديال العطاء كنبقى ناخذ كانت ساتور ان سيغتان مومون ما كيبقى عندي حتى شي قوت حتى شي حاجه. باغ كونت ملي كنكون في ان اوبجيكتيف ديال العطاء هنا كنحس براسي بانني كنخوى وكنعمر. بحال اللي قلت لك حنا بحال شي قرعه ديال الماء، الا ما خويتيهاش ما كتعمرهاش. دونك ضروري بعدا نستنفد داك الشيء اللي عندي اللي انا ديجا في قلب مني لي طالون اللي عندي المسائل اللي عندي في تحقيق الهدف ديالي وعاد ندوز لحاجه اخرى. دونك باغ اكزومبل انا مي كنمشي ندير سبور هذا اوبجيكتيف ديالاش عطاء ولا اخذ؟ هذا اخذ بجوج سي فري اخذ لانني يعني كنمشي ناخذ القوه والعطاء انني غادي نكون عندي واحد القوه باش نستعملها في واحد يعني غنبذل مجهود وحتى غنستعملها من بعد، يعني داك لو كور ديالي اللي غنخدم به غنستعمله في حوايج زوينين. مي كنمشي كنقرا باغ اكزومبل سي خصنا نحددوا شويه هذه المفاهيم هذه في راسنا، لان جوست ما بين الاخذ والعطاء، لان اي واحد غادي يسمعنا ملي كنقولوا اوبجيكتيف ديال العطاء واحد الهدف اللي فيه عطاء غيمشي بالي مع عمل تطوعي مساعده الاخرين ان بارتاج نخصص وقتي
لشخص معين، مثلا شخص في العائله، ولا نخصص الوقت للوالدين، ولا نخصص وقت الوليدات، ولا هذا هذا عطاء كوم يمكن لهم يكونوا بخير. ابخي جوستومون حتى هو راه فيه اخذ بيان سور ان كلكو سورت بيان سور. دونك شاك اوبجيكتيف كون في خصنا نعرفوا خصو يكون فيه الاخذ والعطاء. انا مي كنقرا وكنثقف نفسي باش كنعطي من بعد، بروميييرمون جو منوري، وعاوتاني من بعد كنفرق مع الناس. دونك انا في اوبجيكتيف ديال الاخذ وعطاء. دونك الناس اللي كياخذوا غير ياخذوا لي زوبجيكتيف اللي فيهم الشهوات ولي بليزير ايتترا، شريت كيولي تانيت هذه فوالا، ولا تيكون ان اوبجيكتيف اللي ما عندوش علاقه مع عطاء من بعد. دونك تيلقى راسو بحال اللي سو ديموتيف ان سيغتان مومون، بحال اللي لاش. ثاني حاجه، ثالث حاجه هي ان الناس اللي كيحطوا لي زوبجيكتيف وكيحققوهم هما ناس اللي ما كيديروش داك لا بلانيفيكاسيون ديتايي، يعني برمجه عرفتي فريمون مفصله، فوقاش غندير هادي وكيفاش غندير هادي وكيفاش هاد المساله. ماشي اي واحد يقدر يديرها، كاين الناس اللي ما يعني كي عندهم اون فيزيون جلوبال ما كيقدرش يمشي لك لي ديتاي. جوستومون هي اللي ما خصكش دير، ما خصكش تمشي لذاك لي ديتاي. ما تمشيش لا بلانيفيكاسيون مفصله. علاش؟ لان ملي كتبدا في تحقيق واحد الهدف ديالك خص تكون عينيك على الهدف و اون ميم طون على لي زوبورتونيتي كي سون اوتور دو توا، لان تقدر انت ما تو ميتريز با لانفيرونمون، كتميتريزي لوبجيكتيف ديالك. باغ كونطخ الا كنتي غادي في واحد الطريق وكتعرف راسك الهدف ديالك شنو هو وحل عينيك على لي زوبورتونيتي، تقدر تلقى دي راكورسي. الناس اللي كيحطوا راسهم في لو غيدون تيقول غنتبع الهدف ديالي ما كيبقاش يشوف اوتور دو لوي، ويمكن له يتعطل واحد اخر راه وصل وهو راه باقي على داك المشوار، دونك ما عندوش داك لادابتابيليتي، يعني داك القدره على انه يتاقلم ويبروفيتي من سكي لونطور. لان ملي كتبدا في واحد الخدمه كون توي دون لو موفمون لابد كتجيك شي حاجه ضروري، اون فوا تكون في لو موفمون كتجيك. دونك خصك تكون حاضر ouvert voilà recevoir et regarder et observer ce qu'il y a autour de toi. رابع حاجه هي انك تو دو سيغمونتي الناس اللي كتكون كتحقق الهدف ديالها، كتسيغمونتي لوبجيكتيف ديالها، خصنا نجزئوه، يعني ما ناخذوش في لا جلوباليتي ديالو، ما ناخذوش لا جلوباليتي باش ما يجينيش صعيب ويبان لي انا لي با ديالي اللي كنديرو جو فيليسيت ا شاك فوا كو جو كنزيد القدام. زوينه هاد القضيه نتاع سو فيليسيتي، عافاك الا كان ممكن تفسريها اكثر للناس، لان سي فغي كنساوها بعض المرات، كنضربوا تماره على واحد الحاجه وكنوصلوا ليها وتتولي تقول مع راسك اه انا وي زعما ما كتقولش تبارك الله على راسي ولا لا، مي سي فري ما دخلاش في لا كولتور ديالنا. حتى دابا ملي بدينا كنسمع هاد المساله نتاعت لا غراتيتود وكيفاش الانسان يكون ملي كنقولوا الحمد والشكر بالمفهوم الكبير والسامي ديالو، راه فيه اون كيلكو سورت واحد شكر للذات كذلك، يعني وتحفيز للذات. كيفاش نوصلوا هاد الفكره للناس؟ انا بغيت وجهه نظر ديالك ليها. سو فيليسيتي سي تري سامبل، الا كنا كنهضروا مع الامهات والاباء باغ اكزومبل، وليدهم داروا شي حاجه، دار شي حاجه زوينه، ما كيحسوش بان خصهم يفيليسيتيو اوتوماتيك. الوغ هذاك لونفون انتيريور اللي عندنا حنا لداخل حتى هو محتاج انني نعطيه داك لي فيليسيتاسيون. كيفاش؟ كيفاش هي انني نقول مع راسي برافو؟ قبيله كنا فيت الحلقه الاخرى كنا كنهضروا على لو جو. لي جو ملي كتدوز لواحد لو نيفو تتقول وي نجحت فرحت. الوغ ملي كتحقق شي حاجه زوينه في حياتك تقدر تو دو تو فيليسيتي بالفرحه، بضحكه لراسك، تقول كلمه لراسك، الفخر، الفخر، الاحساس بالفخر. ما تنساش لان كيخاف الانسان يطيح مثلا في داك ليكسي دو كونفيونس، ولا يطيح في ما عرفتش انايا الواحد يولي شويه كيسحب راسه ما نعرف شنو. وهذا دونك هذاك التوازن هو اللي كيكون بعض المرات صعيب ان الانسان يشوفه، ما بين انه سو فيليسيتي ونعطي لراسي قيمه وتقدير الذات ونقدر ذاتي ونشكر ذاتي على انها ساعدتني انني نوصل لواحد الهدف، وما بين انني غادي نولي كان يعني عندي واحد الثقه عاليه بالنفس وكنشوف راسي احسن من الاخرين. وهذا هذاك التوازن. بيان سور راه في حد ذاتها ملي كتكوني كتشكري راسك راك tu reconnais عاوتاني tu conscientises بانك درتي شي حاجه، وملي كتقول للسيرف وحسنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع العقل ديالنا، العقل ديالنا راه كيقبض داكشي اللي كنعطيوه. دونك انا الا قلت لراسي مزيان درت هذه الحاجه مزيانه راني كناكد وجونكر كنثبت بانني درت شي حاجه وكنعطي لراسي الفيتامين باش نزيد في طريقي. باغ كونطخ الا دوزتها عاديه ودرتها عاديه بحال الا ما عطيتش لراسي الحق انني نفرح. ما كنقولش انا سو فيليسيتي يمشي يدير حفله، نو تقدر تاخذ تقول مع راسك اليوم انا حققت واحد الهدف زوين غادي ان غاتو اكزاكتومون، ولا غادي نمشي ولا غادي نمشي ناخذ ان بو مع اون امي اللي عزيزه عليا، ولا غادي نمشي نجلس مع الوالده ديالي نخرجوا. كنحس براسي كندير شي حاجه لنفسي اكزاكتومون. وهنا سي اون بروغراماسيون، هذه برمجه. الانسان اللي ما كيبرمجش انه يحقق الاهداف ديالو واللي ما كيبرمجش حياته ما كيبرمجش نهاره كيتبرمج له من جهه اخرى.
اوتوماتيكمون. حيت النهار كتبرمج كتبرمج كيتبرمج حياتك كتبرمج كتبرمج واحدة اكزاكتومون. قبيله قلتي السنه، هضرنا على السنه. الا جينا نشوفوا السنه شنو هي؟ السنه هي مجموعه شهور، والشهور شنو هي؟ هي ايام، والايام هي ساعات، والساعه هي دقائق. دونك وقت، الا انا حطيت في ذاك الدقيقه ذاك الوقت حطيت فيه واحد الحاجه ايجابيه، دونك ساعتي غتكون ايجابيه، دونك نقدر نحط في النهاري ايجابي، دونك يمكن لي نحط حياتي كلها تقدر تكون ايجابيه. اكزاكتومون. دونك توجور انا كنركز على هذه المساله، الانسان يمشي خطوه بخطوه. خصني نبرمج حياتي، خصني نبرمج نهاري باش نقدر انا نتحكم فيه، ماشي هو يتحكم فيا. مانيفيك. دونك هنا هاد لي ريزوليسيون نشوفوهم بهذا المنظور هذا، ما نبقاوش نجيو كيف ما قلتي وشاك اني ونديروا دي ريزوليسيون جداد. اي سي فري بون نديروهم علاش لا، ولكن ندير بدايات جديده اشاك فوا كنحس براسي بغيت نعاود مثلا شي اوبجيكتيف جديد ولا هذا. دونك ما تسناش حتى لراس العام، ما تسناش راس العام وندير نهار تعيش الانسان واحد الشهرين ولا ثلاث شهور ولا ما عنده حتى شي هدف، ونتسنى حتى يوصل راس العام هذا باش نعاود اهداف جديده. وواحد النقطه اللي هي مهمه هي اننا ما نحطوش الاوبجيكتيف على حسب القدرات اللي عندنا، داكو؟ ما نتسناش تكون عندي قدرات باش نحط لوبجيكتيف، لوبجيكتيف كيتحط والقدرات انا كنمتلكها، انا كنقدر نخدم عليها، بحال اللي كنمسكلي لو سيرفو ديالي باش يقدر يوصل داك القدرات، والا طفل صغير اللي ما كيعرفش يمشي باغ اكزومبل، كون كان وقف على القدرات اللي عنده ديال المشي، واش كان غيوقف؟ هو حط هدف انه كيشوف الناس الكبار كيوقفوا، دونك حتى هو تيوقف، دونك ملي كيوقف راه كيجر راسه وكيطلع النيفو ديال القدرات ديالو باش يقدر يوقف. لي زونترينور سبورتيف، مي كيجي عنده باغ اكزومبل ان اتليت غادي يخدم معاه باغ اكزومبل، اش كيشوف؟ كيشوف البوتونسيال ديالو، كيشوف، ولكن اش كيدير له؟ كيطلع له النيفو، كيطلع له الباغي، معلاش؟ باش هو يزيد يطلع. والا الا كنا كنتسناو نكونوا عندنا القدرات باش نحطوا لوبجيكتيف ما كانوش الناس غادي يزيدوا لقدام. دونك الهدف ديالك دائما خصو يكون لي ستاندار عاليين باش تقدر تطلع، باش حتى الا ما طلعتيش وصلتيش الشمس على الاقل توصل النجوم، ولا ما وصلتيش النجوم على الاقل تفوت السحاب. دونك على الاقل تو تو لانس دون لو موفمون مي فيرتيكال. سي تيلمون بيان دي، تبارك الله عليك سيدة سناء سقاط. نذكر انك كوتش مرافقه للافراد والمقاولات، وانك خبيره سابقه في مجال الموارد البشريه، والحمد لله اللي جيت دابا تخصصتي في هذا المجال هذا، لانه سي فغيمون خصنا دو بون سونس في هذا المجال ديال التنميه الذاتيه، بوكو دو بون سونس. تبارك الله عليك، يعني كتعطي الاشياء كيف ما خصها تقال. ميرسي بوكو، شكرا لكم كذلك مستمعينا ومشاهدينا على حسن المتابعه، وغادي نتلاقاو بكم ابتداء من يوم الاثنين باذن الله بمواضيع جديده كتهمنا كلنا في حياتنا اليوميه. الى اللقاء.